كاتب الدولة الأسبق للاستشراف والإحصاء. دكتور مساءك سعيد، بداية كيف تعلق على هذا القرار باختصار، ثم هل يمكن أن تعطينا بناء على خبرتك في الحكومة كم هو المبلغ الذي سيتم التنازل عنه، وهل هي مقدمة لتخفيض رواتب موظفين في قطاعات حكومية أخرى لمواجهة الأزمة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. إشارة إيجابية عن التضامن السياسي، وكما تعرف سي لو غوفرنمون فا تو فا، إذا الحكومة مشات كل شيء يمشي، وبالتالي هذه إشارة أولى إيجابية. الرقم يدور حوالي 10 مليون دولار في السنة، هو صحيح مبلغ رمزي إذا قورنا بالموازنة اللي هي في حدود 48 مليار دولار، ولكن إشارة إيجابية لحفز باقي الإطارات السامية في الدولة من جهة، وأصحاب المداخل العليا وكذلك أصحاب الثروات من رجال الأعمال والأغنياء للالتحاق بنفس المبادرة. أنت تعرف دكتور اسمح لي المقاطعة، أنت كنت في الحكومة، راتب كاتب الدولة وراتب الوزير وراتب وزير الدولة، هل يمكن أن تعطينا معلومات في هذا الإطار؟ نريد أن نعرف كم سيتنازلون بالسنتيم لكل واحد. والله هذه يمكن تسأل فيها الجهات المختصة، لكن أنا قلت لك إذا خدينا المبلغ ككل هو حدود 10 مليون دولار، يعني حدود أضربها في 100 دينار للدولار تتلقي المبلغ. لكن اللي يهم هو أنه الرقم موش كبير، يعني إلى حد أنه يكون مساعد على توازن الموازنة، ولكن يفتح المجال أمام باقي أصحاب الثروات وأصحاب الرواتب الكبيرة من إطارات الدولة وهم كسور. كذلك بالنسبة للمواطن العادي، كلما زاد دخل الإنسان وكان الراتب مريح كما هو راتب الوزير أو وزير الدولة، كلما ارتفعت فرص التضامن الوطني. ولهذا إذا حبينا الشعب أو الجمهور أو المواطنين ينخرطوا في نفس المسار، علينا بتحسين المداخيل، إعادة النظر في سلم الرواتب والأجور عبر توزيع أفضل لمداخل العائلات، يعني تطبيق معيارية عدالة التوزيع. وبرأيي أنه أهم طريقة للتضامن مع الاقتصاد الوطني هي طريقة التعاون جميعا على تعزيز قدراتنا الاقتصادية برؤية جديدة للنمو مبنية على العمل وكذلك مبنية على الإنتاج وعلى الثروة. شكرا لك دكتور بشير مصيطفة، كاتب الدولة السابق للاستشراف والإحصاء، معي مباشرة عبر الهاتف الأستاذ سليمان سعداوي رئيس لجنة الفلاحة والنائب بالبرلمان. أستاذ سليمان، سؤال واحد، هل في رأيك نواب البرلمان اليوم هم أيضا معنيون بهذا التنازل وعليهم تقديم عريضة جماعية للحكومة من أجل تخفيض رواتبهم في ظل الأزمة المالية؟ أنا قبل ما نمشي للقاعدة الأخيرة وهي النتيجة اللي قلتها، خلينا نحرجوا على الأمور باش نوصلوا لها. أنا ما عنديش وقت كثير، ثلاث دقائق فقط، تفضل. ما كانش اللي يقدر يقول لك اليوم، حتى اللي في خاطره أن ما يقدرهاش، ما كانش اللي يقدر. هذه كان واحد يخاف من الغضب الشعبي، واحد يخاف يسبوه في الفيسبوك، واحد كذا، واحد ما يخافش من ربي، واحد يخاف من ربي، وبالتالي كل الناس تمشي في الخط هذا. أما قضية باش يديروا لائحة، ما ظنيتش بلي تندار لائحة. أنا تمنيت ما تكونش الأمور وليدة الظروف، فهمت؟ كما السعودية قالت الوزارة نتاعها نتيجة أنها هم حاسبين باللي راهم يساهموا في اقتصاد البلاد، وهم عندهم حل وحرب ثانية فيها المخاسر قد الصعب، وبالتالي ضرورة حكمت عليهم أنه لازم كل الناس تعاونوا. هذا يبدا لي إلا بغاو نرجعوا للحق، كل هاد الناس كي الديبيتية كي الوزارة كي اللي ناس سامية في الجيش كي اللي مدراء العام والقنوات التلفزيونية كي جماعة السلطات كي الناس اللي عندهم الدراهم وهما في بريفي يعاونوا مرات بالقص، هذه ربي احترم بي يبغيها ماشي للشعب، يبغي احترم بي. ولكن كاين واحد 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 المال ضيعنا ايام اللي ما كانوش يسمعوا لنا، هي تاع الشطيح والريح، هي اليوم قولوا تفتحكم ما تفتحكمش، ما دخل بها والو، المغاير المميره ما نزيدوش نعاودوها، ماشي نرجعوا للاطلال نبكوا على الاطلال، ما نتعاودش اللي عندهم شي بروغراماسيون من هذا النوع ينحوها والدار هذو ريكيبيوهم وكل الناس كتب لها في سله واحده، في زعل من البحر مثلا، باش مع السلطات، باش مع السلطات، السامونه باش يتفضل الشعبي ومدراء القنوات التلفزيونيه.
في سليمان، في سليمان هناك إشكال في سليمان، هناك خلل في الصوت، الصوت رديء لأنك ربما متواجد خارج الوطن. أشكرك على هذه المداخلة الهاتفية سليمان سعداوي، للأسف نعتذر لأن الوقت الصوت غير واضح. مشاهدينا إلى ملفنا الأخير للنقاش، بعد أيام قليلة من تناول وسائل الإعلام لمشروع قانون المالية 2017 وما جاء به من زيادات في بعض المواد الاستهلاكية، وحتى قبل مناقشة المشروع في اللجنة سارع التجار للزيادة في عدد من المواد الاستهلاكية كالبيض، القهوة وغيرهما. العبارة المعروفة والمشهورة عندما تسأل تاجرا عن سبب الزيادة يقول لك كل شيء زاد، والشيء المفقود الذي يبحث عنه الجميع أين هي الدولة؟ أين هي الدولة من جشع التجار والاحتكار؟ أين هي الدولة لتنصف المواطن البسيط العاجز عن إطعام أسرته؟ أين هي الدولة من عجز أعوان الرقابة على أداء عملهم؟ أسعد باستضافة حمزة بالعباس الأمين العام للمنظمة الوطنية لحماية المستهلك، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. وكذلك جمال تكليشت الأمين الوطني أو الأمين الوطني بالنيابة لاتحاد تجار الحرفيين، أهلا بك. أهلا وسهلا. أبدأ معك في حمزة باختصار شديد، كيف ترى هذه الزيادات كمنظمة حماية المستهلك؟ زيادات بسيطة، زيادات في متناول المواطن، زيادات معقولة مدروسة، أم أن كل تاجر داير دولة في رأسه؟ شكرا. أولا حبيت نتكلم على الأسعار. أولا الزيادات هي مبالغ فيها بشكل كبير، ونظن أنها غير مبررة، يعني غير مبررة على الإطلاق، بحيث أنه قبيل يعني شهر لانتفاء السنة يعني 2017 نشوفوا باللي أنه الأسعار التهبت بشكل غير مقبول تماما بدون أدنى مبرر، بحيث أنه للأسف الشديد رانا نتكلموا على ماشي نتكلموا على كماليات وإنما على ضروريات، يعني تاع المواد الأساسية مثل غبرة الحليب، مثل الندرة اللي شهدتها المواد الأساسية، يعني ارتفاع أسعار وصل إلى حدود 40% في العديد من السلع، نظن باللي أنها غير مبررة تماما وتعكس مدى يعني احتكار التجار على اعلى مستوى الى التاجر. ماشي نتكلم على التجار يعني التجزئه او الصغار، وانما الجمله حتى البائع الصغير بطبيعه الحال الواحد يزيد حتى تلحق المواطن، حيث انه غبره الحليب يعني هذه عندها يومين او ثلاثه من 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 25 من 250 دينار طلعت الى حتى 300 دينار بدون اي يعني مبرر، ما زادت في الاسواق العالميه ولا اي شيء. فنظن باللي انه جشع التجار واستباق ل يعني دخول قانون الماليه حيز التنفيذ هو السبب. ممتاز، تفضل سي جمال، سمعت كلامه. على كل حال نشكر قناه النهار على هذه الاستضافه، وكما يعني نعظم الاجر لعائله عمرو الزاهد، نقول ربي يرحمه ويسكن في فسيح جنانه ويرزقهم الصبر والسلوى. أما فيما يخص الإجابة على رئيس جمعية حماية المستهلك الأمين العام، على كل حال احنا نشوفوا باللي الكلام اللي راه يقول فيه باسكو ما راهوش يقولوا عن دراية، ما راهوش متوغل في مشاكل تاع التجار والتجارة. احنا نقولوا عكس ذلك، احنا إذا رأينا أن جوستومون يعني واش راه صاري، احنا نشوفوا باللي قبل ما يطبق قانون المالية 2017 نشوفوا باللي السلعة راهي التهبت حقيقة، ولكن المشكل ماشي في التجاره، باسكو حنا الى ردورنا على التجار على مستوى الوطن نجد يعني ما كاين حتى واحد اللي ما قدرش يعني نقولوا ما كاش واحد سيريو اللي ما يرفعش الاسعار، نجد ان جميع التجار من جانات للالجي من تبسه لتلمسان كاع يرفعوا الاسعار، وهذا دليل انه المشكل ماشي في التجار ولا في التجار تاع المشكل هما في الامبورطاتور اللي راهم يحتكروا السلعه. ايماجين ترحم والدي كيفاه الحمص البارح كان يدير 16 ألف الكيلو، غدوه من ذاك ولا دوكا 29000 اونغرو تصدي التاجر تاع المواد الغذائيه بالجمله راه يشري ب 29000، ايماجين بشحال راه يبيعوا 29040 درهم. ولا نتحدى اي مواطن يضرب في جيبو الى 40 درهم في جيبو ولا 100 درهم مازال تمشي، بصح التاجر تاع الكروسي مازال راه يدير 40 درهم. ودي طاير التاجر الجمله يكون عنده سلعه كبيره وفي ستوك تاعو يعني في المخزن، نعم مع تسمع زياده يزيد هو وحده. حنا على كل حال تجار المواد الغذائيه بالجمله ما عندهمش لي ستوك كيما راهي تتصور الناس، باش هو ما عندوش درهم اموال باهظه باش يخزن. الناس اللي تخزن، الناس اللي راهي تامبورتي باسكو راهي تامبورتي بالحاويات، والحاويات على بالك باش الانسان يحط المواد الغذائيه تاعو لازم لي ستوك في بارتو، باسكو هو راهي يسربي عنده الستوك في الشرق عنده في الغرب عنده. وصلت الجرأة
الا ان المستوردين والمصنعين عندهم دي كونترولور في المارشي يدوروا على العوان. لو كان يصيبك تبيع الماده اللي ما راهوش نتاعو يقول لك صافي راك تبيع الماده تاع فلان، مالا انا ما نعطيكش الماده تاعي. يعني وصلت الوقت المستوردين والمصنعين ديال الناس، يعني ولا التاجر البسيط يعني تتبرأ التجار من قضيه الزيادات. بالطبع انا اعطيتك مثال التجار. كامل التجار نعطيك ما يقدرش، باسكو كاين الحوال درك ماهوش واحد وحانوت نقولوا في منطقه ما، كاين عنده الناس تجار واحد اخرين كما كاين واحد. نعطيك حاجه، لماذا تلقى في حي مثلا سلعه زايده في حي واحد اخر ما زادتش؟ درك الا لقيت سلعه زادت ولقيت السلعه ما زادتش، باسكو السيد اللي ما زادتلوش مازال ما خلصتلوش السلعه القديمه، وكونتر هنا شوف النزال تاع التجار ما راحش يزيد كما راك تقول باللي يبروفيتيو لوكازيون. تفضل سي حمزه. فيما يخص زيادة الأسعار، نظن باللي أنه في كل مرة تعطي مبررات أصبحنا نكتفي بإعطاء المبررات. وشنو هما المبررات ارتفاع الأسعار؟ مع العلم أنه في الجزائر فقط أنه الأسعار إذا ارتفعت ما تهبطش، ما تعاوش تنزل. في حالة الأزمة راحت، في حالة بطبيعة الحال في حالة واحدة إذا تتذكر الخطرة التالية كي نزلت الأسعار دغلونا في السلعة، وهي الكيباش. قالوا لنا نزلت السلعة ومن بعد داروا باعوا لنا كيباش مدوبيا. نعاود نولي لك بالنسبه للاسعار، حنا يقولوا لك رانا في اقتصاد حر، ذريعه تاعهم انهم التجار. كي نتكلم على التجار نتكلم على الصناعيين، نتكلم على المستوردين، على الموزعين، نتكلم على بصفه عامه. انا ما يهمنيش ديجا ما ندخلش في لابيرنت تاع فوضى السوق اللي راهي كاينه. انا يهمني انه المواطن البسيط، ديجا ميم المواطن البسيط ما يهموش واش راهو صاري، تدهور قيمه الدينار، مش عارفوا الانفلاسيون، ما يفهمش فيهم هذه الامور. يهمه انه عنده راتب شهري يكفيه لمده شهر، واش يدير به؟ ما راناش نطلبوا البرجوازيه، رانا نطلبوا انه ناكل نشرب نتعلم يعني ونداوي. هذا هما يعني الاساسيات ما راناش لاحقين لهم. يقول لك الاسباب، من بين الاسباب هو قال سوق حره وتخضع الى العرض والطلب. لكن يا اخي كي اختلال الميزان بين العرض والطلب نورمالمون كاين نظره استشرافيه باش العامل القادم اللي يجي ما تعاودش تصرى هذا الامور. التجار ابرياء، هل تعتقد ذلك؟ كيف ابرياء؟ احنا التجار مازالوا انه المستورد هو اللي يزيد. احنا نروحوا نشرو من عند المستوردين، المستهلك شي معنى التاجر يشري من عند التاجر. اذا انا ما يهمنيش، قلت لك ما يهمنيش لابيرانت اللي يدخلونا فيها. احنا ما نقدروش ندخلوا في ليفيسال باسكو ندخلوا يدوخونا، ما نقدروش نفهموا هذه الامور. اقنعوا يقنعك. انا كل على حنا جوستمون الاشكال وراه هو انه هو بنفسه قال لك حنا ما يهمناش وما ندخلوش لابيرانت باسكو هو ما حبش يزاول المهام تاعو في جميع القطاعات. هو كاين الكبش الفيده هو التاجر يقعد شد في التاجر، ما حبش يروح يسوي يحوس وراء المشكل الصحيح والرسمي وراه. انا خليني مش نحوس المهام تاعك. المهام تاعك راهي مختصره والمهام تاعك صغيره، ما تقدرش تؤدي دورك. دونك ما لازم تتهم الناس. انا ندافع على المصالح الماديه والمعنويه للمستهلك الجزائري. لا للمستهلك الجزائري عنده المصالح نتاعو من وزاره التجاره، من الاتحاد العام للتجار والحرفيين، من البورتاتور، من المصنع الى غايه التاجر. لازم تعرف وراه قاعد. على بالك الاخي ياسر درك ما تعرفش انت الخل وراء كيفاش راك تهضر على الاسعار. على بالك باللي الخل وراء الاسعار، على بالك باللي عندها ارتدادات كبيره وعميقه جدا ويعني لا يحمد عقباها. نعطيك واحده، نعطيك سوء التغذيه. أبك وش فيه اذا ما كانش ما يقدرش يعني ينوع في الغذاء تاعو، ومنظمات الصحه العالميه تتكلم على درك رانا نتكلموا على يعني غذاء متوازن. اذا ما كانش ما عنده غذاء ما يوصلش للدجاج وما ياكلش الحوت خلينا نسينا السردين ال 50000. لا لا على الاسعار، على بالك اللي يكون عنده راهي منظومه صحيه فيها لاصوص فيها امراض والتاجر ما راحش يشوف. ولكن الاشكال الكبير هو في التاجر. نقول لك علاش في التاجر. نعم. التاجر تقول ضحيه. نعم. التاجر ضحيه، المستوردين غلوا عليه، هو شرب الغالي باع بالغالي. ولكن التاجر هذا واتحاد التجار لما يشوف مستوردين يحتكروا علاه ما يعلنهم يعنيش عليهم؟ علاه ما يتكلمش عليهم؟ علاه ما يجمعش الندوة الصحفية الصحافة قال لي يا ناس راكم تشوفوا بلي القهوة راهي 18,524,000 وراهي وهذا غلاء، والبيض راهو ب 15 دينار والبنان راهو ب 45,000. يا جماعة هذو المستوردين هاهم واش راهم يديروا؟ حنا برينا ذمتنا، علاه ما تعلنوش عليهم؟ أوافقك الرأي. علاه تغطيو عليهم؟ أوافقك الرأي.
ولكن حنا ما تنساش يا اخي الاتحاد العام للتجار والحرفيين اللي كان في الماضي تحت قياده طلع صويلع ما راهوش الاتحاد الحالي. انا ما تهمنيش بالشيء اللي ما كنتش على راسه انايا. انا نهضر لك في الاتحاد العام للتجار والحرفيين. انا ما دخلتش في الامور، ما دخلتش في الامور الصراعات. انا جاي لا مش تكلمني على الاتحاد كاتحاد. نعم لا حنا من اليوم فصعيد رانا نهضروا. واش رانا نقولوا في قناه النهار؟ رانا نقولوا باللي ما راه المشكل ما راهوش في التجار، ما راهوش في التجار الجمله ولا التجار الاجزاء. حنا رانا نقولوا المشكل راه في لي زامبورطاتور، والمشكل راه في الصناعيين. حنا ما نقدروش معليش الصناعيين والمستوردين بارك الله. حنا ما نقدر. انا عطيتك مثال قلت لك الحمص اللي كانوا يبيعوه ب 16000 ليغ روسي دروكا ولاو هما يشريو يعني حاجه غاليه المستوردين. بالطبع شكون غادي يشد الاحتكار؟ شوف نعاود نولي لك الوضعيه السوق. السوق راهي في فوضى كبيره جدا الان. الحمد لله صدر مرسوم تنفيذي رقم 1666 فيما يخص العمل او التجاره بالفوتره الفلاحين يعني القطاعات المعنيه، الفلاحين، الصيد البحري والمهن والحرف. الان في التطبيق او خرج ودخل حيز التطبيق، اسكو راكم قابلين به كاتحاد تجار وحرفيين؟ يا اخي الكريم حنا رانا هذا باللي راهم يقول لك. يا اخي راك سقسيت، خليني نجاوبك. أنا يا أخي رانا قابلين كل قانون يجي ينظم السوق الوطنية سواء تجي أولى بالجملة. حنا رانا قابلين، حبينا نخرجوا من الفوضى، ولكن الإشكال أنه ما قدرناش نطبقوا حتى الدولة الجزائرية. لقيت مشكل في تطبيق حتى البيع والشراء بالشاك بالضبط. وعلاش؟ باسكو لي زامبورطاتور هما اللي ما قدروش يحترموا. دونك ماشي المشكل تاعي. حنا حنا ما نجمع. نعطيك مثال تجار يا اخي الكريم، تجار ما يبالكش حتى بالروسي بالبون. يعني لاكاس تاعو الاله عد النقود في اي دوله في العالم لما تشري حاجه تاع 10 دنانير يتسلك خلصوا يعطيك الوصل اوتوماتيكي. في الجزائر التجار ما يخدموش به. درك يا اخي كاين حتى التجار اللي عندهم الوصل اوتوماتيكي اللي تيك. درك كاين دي سوبيرات اللي عنده خدامه شي حاجه كروند سيرفاس ولا عندها، ولكن كيكون واحد عنده بوتيكا يسترزق بها باش ياكل قوت ولادو ما يصورش مي با 50000 نهار ما يقدرش يدير. نروحوا للفلاحه، نروحوا للرقابه، نروحوا للفلاحه مع الحاج جلال رئيس غرفه الفلاحيه لعين دفله. استاذ سي جلالي باختصار جديد في دقيقتين، منتجات تغرس في الجزائر وتنتج في الجزائر غالية في السوق. ما نتكلموش على الموز ضرب 45000 كيلو، يعني نتكلموا سنتيم يعني 450 دينار. ما نتكلموش على منتجات أخرى فلاحية، البيض وغيرها. السبب لماذا في رأيك؟ هل هو جشع من طرف حتى الفلاحين انضموا للتجار أو المستوردين كما يقول الضيف، أما أنه تكاليف حقيقية باهظة لإنتاج هذه المنتجات؟ أولا السلام عليكم. سلام. ونرح نشكرك على الدعوة، ونرحب بالإخوة اللي راه معك تما كاينه، ونهنيكم على المرتبة اللي ديتوها في المنتدى العالمي هذا نتاع الصحافة. الله يهنيك. وكما كان يقول الأخ الله يرحم هذا الأخ الفنان اللي مات اليوم ربي يوسع عليه ويصبر أهله. شوف لابد علينا باش نحطوا النقاش، نحطوه في نقاش باختصار شديد. تفضل باختصار شديد. تفضل. شكرا. أولا عندما تتكلم عن المنتوجات الفلاحية، أنا كنت نسمع في الإخوة دركا أنه المضاربة والناس اللي راهي تاكل في الجيوب تاع المواطنين هي المواد اللي راهي تجي مستورده من الخارج. وحده. ثانيا راهم يروحوا يسرقوا في الشعب الجزائري من المواد اللي راهي مدعمه. انا عندما يتكلم لي الاخ عن الحليب ويقول راهي في مضاربه، اذا راه كاين خلل في التوزيع وموش خلل في الكوطات. انا في هذا النهار نسمع انه الكوطه اللي كانت نقصت للملبنات حوالي 15%. انا كل الاجماع نتاع الناس راهي الحليب الموجه للشعب الجزائري ب 25 دينار اللي في الحقيقه ياكلوه يشربوه الناس اللي مستحقينه وعندهم القدره الشرائيه هابطه راهم يدوه الناس، وهذا حسب عده تحاليل اقتصاديين، يدوه الناس ويخرجوا فيه مستخرجات واحده اخرى ويليموا فيها واحده الثروه ماليه على حساب المواطنين. اذا هنا تكون رقابه على الملبنات، رقابه على الموزعين باش الحليب يمشي للمواطنين اللي الدوله راهي تدعم فيه مباشره للمواطن، باش ماهوش مال مدعوم من طرف الدوله عن طريق العمله الصعبه يمشي الى بعض المستخرجات اللي زيكتري كما يقولوا لي ديريفي تاع لي برودويتي يعني مستخرجات تاع الحليب. شكرا. هذه واحده. اما المواد الفلاحيه المنتوجه في الجزائر هي اللي راهي مخليه الاستقرار للمواطن الجزائري. البطاطا في متناول الجميع، البصل في متناول الجميع. ونقولها للاخوه اللي راهم في الماكينه، الجزائريين ما نقولش هما برك. طيب. الجزائريين طيب. اللي ياكلوا على مدار السنه ياكلوا الخضروات الطازجه اللي راهي تجينا في الطماطم والخيار
من جنوب الجزائر. شكرا لك. نعم. شكرا لك، هذا الوقت ضيق جدا، شكرا لك على مشاركتك معنا هاتفيا. دخلنا دقيقتين ونص نختمهم معكم. لا تكلم لي على الرقابه، مع الرقابه والاضافه. الرقابه من يراقب اليوم؟ اتحاد التجار يراقب التجار، وزارة التجاره عندها الميكانيزمات الحقيقيه لمراقبه التجار ام لا؟ احنا قوه اقتراح ماناش قوه طرد، دونك وزاره التجاره يعني لازم نتماشوا معها، لازم ندعموها ونعاونوها في الرقابه. ولكن نعطيك مثال، احنا كنقول لك باللي دي غروسيس ولي دي طايو ما عندهمش علاقه في الاسعار، التهاب الاسعار. نعطيك مثال، كيفاش تعاونيه الحبوب تبيع الحبوب القمح للسامباك سمي اتحاد تبيعو ب 88 في القنطار، بصح كي نروحوا للمطاحن تاع الفريفي نلقاو سميد نتاعها تبيعو ب 125000. يا اخي راهو يشرو في نفس البلاصه، سامباك شري تعاونيه الحبوب، وعلاش هي تبيع ب 90000 ب 88000 25 كيلو، وكي تروح المطاحن نتاع البريفي نتاع هذو لي زانديستريال البريفي اللي رانا نهضروا عليهم باللي راهم ياكلوا في دماء شويه دي سيسور دي سون، راهم يبيعوا فيها ب 125000. يعني كاين مشكل في هامش الربح. كاين مشكل، هو علاش راهم يشرون بلاصه واحده؟ هنا اللي تعرف باللي المشكل هذا نتاع الغلاء الاسعار جاي من طرف نتاع لي زامبورطاتور ونتاع لي زانديستري اللي راهم. طيب والحل؟ والحل الحل الحل اقترحناه حنايا وهو العمل بالفوتره والوصول، بالوصل والفوتره وتحديد هامش الربح. هادو الامور هادو هما اللي يقدروا يديروا لنا تراصابيليتي تاع المواد الغذائيه من الفلاح ولا المنتج ولا المستورد الى المستهلك، بما يكونوش كاينين الوسطاء بزاف، لانه اصحاب المال هما اللي راهم يتسبوا في كل هذا في اضطراب السوق، بحيث انه الا شفنا المره الاخيره انه السوق اصبح يعني يختل التوازن تاعو، بحيث انه ينخفض بكثير ويقضي على الفلاحين، يقضي على المنتجين الصغار هذوك، يقضي عليهم تماما، لانه السعر يهبط كثير، وهذا ما لاحظناه بالنسبه للدواجن المره الاخيره، وحذرنا من تبعاته بحيث شكرا. انه قلنا بلا حد يزيدوا ولا يطلع كامل. نعم. ويحرق جيوب المستهلك. 20 ثانيه. انا ما نوافقش الاخ كي قال لك العمل بالفوتره، باسكو الفوتره راهم يخدموا بها ديجا. لا كلامك ولدي يا اخي. 20 ثانيه تفضل. المشكل انه الفوتره كاينه، هو لا فاسون دو بي لي سباس، طريقه الدفع، باسكو كي تروح تخلص لا فاكتور ما راكش راح تخلص واش كاين في لا فاكتور، تخلص اكثر واش راه كاين في لا فاكتور. شكرا لك سي جمال، شكرا لك سي حمزه، وشكرا للحاج جلالي، شكرا لكم انتم مشاهدينا على حسن الاصغاء والمتابعه. الى الملتقى، السلام عليكم.